ما المقصود بيوم التروية؟ من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعل لهم مواسم متجددة للطاعات يتقربون بها إلى الله تعالى على مدار العام، فمنها ما هو يومي مثل الصلوات الخمس، ومنها ما هو أسبوعي مثل صلاة الجمعة، ومنها ما هو سنوي مثل الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وتتميز هذه الأيام بأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العمل في سائر الأيام، وأن المسلمين يؤدون فيها فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأيام ميقاتا سنويا متكررا يشمل أمهات العبادات. ومن أيام العشر الأواخر ما يعرف بيوم التروية، الذي سيتم بيان المقصود منه في هذا الفيديو، ومنها كذلك يوم عرفة الذي يعد صيامه أفضل صيام بعد صيام الفريضة. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، يتوجه فيه حجاج بيت الله الحرام إلى منى، حيث يحرم الحاج المتمتع إحراما جيدا وإحراما جديدا، أما الحاج المفرد والحاج القارن فهما على إحرامهما الأول. يبيت الحجاج بمنى اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤدون خمس صلوات فيها، وهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة. وقد أطلق على يوم الثامن من شهر ذي الحجة يوم التروية، لأن حجاج بيت الله الحرام يروون أنفسهم بالماء فيه لما بعده من أيام. حيث قال الإمام البابرتي صاحب كتاب العناية شرح الهداية، وقيل إنما سمي يوم التروية بذلك لأن الناس يروون بالماء من العطش في هذا اليوم، يحملون الماء بالروايا إلى عرفات ومنى. كما ذكر العلماء أيضا في سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم، أنه في هذا اليوم حصل التروي من إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذبح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام العيني في كتابه البناية شرح الهداية، وإنما سمي يوم التروية بذلك لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم رأى ليلة الثامن كأن قائلا يقول له: إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك. فلما أصبح رؤيا، أي افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح، أمن الله هذا أم من الشيطان؟ فمن ذلك سمي يوم التروية. يستحب للحاج أن يقوم ببعض الأعمال في يوم التروية، ومنها يستحب له أن يحرم بالحج من مسكنه في ضحى يوم التروية، وكذلك الأمر لمن أراد أداء فريضة الحج من أهل مكة المكرمة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح. أما الحاج القارن والحاج المفرد اللذان لم يتحللا من الإحرام فيبقيان على إحرامهما. من الأعمال المستحبة أيضا الاغتسال والتطيب وقيام الحاج بما قام به من أعمال عند إحرامه من الميقات. عقد النية بالقلب وترديد التلبية بقوله: لبيك حجا. وإن كان الحاج خائفا من عائق يمنعه من إتمام مناسك الحج، فإنه يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإذا كان الحاج يحج عن غيره، ينوي بقلبه ثم يقول: لبيك حجا عن فلان أو عن فلانة، ثم يستمر في التلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يستحب للحاج أن يتوجه إلى منى قبل وقت الزوال، ويكثر من التلبية للحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. يصلي الحاج بمنى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة قصرا دون جمع، إلا المغرب والفجر فتصليان دون تقصير. يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة. قد تصدر من الحاج لبيت الله الحرام بعض الأخطاء في يوم التروية، ومن هذه الأخطاء اعتقاده بلزوم الإحرام من المسجد الحرام، ولكن السنة أن يحرم الحاج من موضعه. من الأخطاء أيضا أن يعتقد الحاج بعدم صحة الإحرام للحج بملابس إحرام العمرة.
من الأخطاء أيضا ترك بعض الحجاج لسنة قصر الصلاة في منى.